تجتمع مناسبات عدة في اليوم الوطني لمملكة البحرين، ما جعله محطة مهمة في إعادة إلقاء الضوء على الإنجازات السنوية التي تتحقق في المملكة. ففي 16 من ديسمبر يجري إحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، دولة عربية مسلمة في العام 1783 وذكرى 46 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى 18 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، ويوم الشهيد الذي يصادف يوم 17 ديسمبر. من أهم الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية النجاح المتواصل لمنتدى حوار المنامة الاستراتيجي الذي أنهى أعمال دورته 13 قبل أيام، إذ على مدار 3 أيام دارت نقاشات مكثفة وحوارات مثمرة بين كبار مسؤولي وصانعي القرار في كثير من الدول حول أهم التحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة والعالم. وستعود عاجلاً أم آجلاً هذه النجاحات بالكثير من النفع على مملكة البحرين، ولعل أبرزها تأكيد مواقفها الثابتة بالنسبة للكثير من مشكلات الإقليم والعالم. وبيّنت أعمال المنتدى طبيعة دور المملكة الفاعل سواء في مكافحة الإرهاب بالداخل أو التصدي لمحاولات التدخل الإيراني التي تواترت بكثرة خلال السنوات الأخيرة. في المجال الأمني حققت المملكة الكثير من الإنجازات في السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب وإرسال رسالة واضحة وقوية لكل من حاول أن يعبث بأمن مملكة البحرين، سواء كانت دول أو جماعات تقوم باستخدام الإرهاب كأداة ووسيلة لتنفيذ أجنداتها وأهدافها. تعتز مملكة البحرين بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق والتزامها بأغلب اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني. تعتبر مدينة خليفة المدينة الخامسة التي تنفذها حالياً وزارة الإسكان، وتقع في موقع مميز جداً من البحرين، وحال اكتمال المدينة ستضم 700 وحدة سكنية ومساحتها 740 هكتاراً. تولي حكومة البحرين أهمية كبيرة لحماية المال، وفي هذا الشأن قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية وتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.